إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كل عام وأنتم بخير. النهاردة أو الليلة هي ليلة الثاني والعشرين من رمضان، وإحنا دلوقتي نصور مع بعض القمر في هذه الليلة المباركة. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل مننا صيامنا وقيامنا يا رب. كل عام وأنتم بخير. طبعا ديت من هذه الليلة من ليالي العشر الأواخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. فنتمنى أن هي تكون دي ليلة من إحدى، يعني إيه تكون ليلة القدر. فعشان كده هنقولوا إيه، اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب وإسرافنا في أمرنا يا رب. زي ما انتم سامعين كده صوت الإيه القرآن، هو قرآن الفجر. نتمنى من الله أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، وإحنا بنشاهد مع بعض القمر في هذه الليلة. طبعا في بعض الغيوم اللي مخلية الإيه القمر مش واضح أهوت بقدر الإمكان أهو، لو لاحظتوا معايا يعني ليلة فيها بعض الإيه فيها بعض الغيوم. طبعا هنا القمر مش واضح يعني برضو لحد ما مش واضح اهوت بيختفي. اللهم تقبل منا اعمالنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دايما كده الواحد في هذه الايام أوازي الليالي يقيم هذه الليالي ويكثر من ذكر الله عز وجل ويطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا. الحمد لله. ماشي شوية ماشي. بس اختفى. ماشي. اختفى مش باين. هنحاول برضو كده، بس يمكن هي السحب دي السحب يعني جزء من السحب، ولكنه ايه يعني بيختفي وبيظهر تاني اهو. يعني انت لو بتلاحظ ان هو بايه القمر بيختفي ويظهر. سبحان الله العظيم. اللهم تقبل مننا يا رب. طبعا الليلة اللي فاتت اللي هي ليلة 21 كان الجو صافي خالص، ما كانش فيه أي سحب، كنا شايفين القمر كامل وواضح. فيعني سبحان الله يعني لازم إن احنا إيه نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، يعني مش لازم ليلة فردية أو إيه أو ليلة زوجية، ولكن لازم نقوم كل الليل كله في العشر الأواخر بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان شاء الله انتظرونا باذن الله عشان نقدم لكم ايه الفجر طلوع الشمس. هنشوف مع بعض ايه لحظه شروق الشمس. طبعا شروق الشمس، الشمس بتشرق عندنا هنا في حوالي الساعة الخامسة صباحا إن شاء الله، فانتظرونا بإذن الله. كده تغيير الشمس كده القمر اختفى خالص اهوت، يمكن عشان الايه الغيوم او السحاب، بعد السحاب بتتحرك اهي
ان في بعض السحب بتتحرك. ماشي. ترجمة